استغفر الله علي العظيم. حياتني يا ابوك الله يصلحك. قدم قدم يا ابو جعل اجعل ما بكي قدم. اتركه اتركه سكه زي سكه زي سكه زي. اتركني سنع سنع الباب سنع الباب بسنع نفسي لين تجي. دقيقه يا ابو اخلص الله يهديك. هي يا رمضان الله يشرفه. يا حلو رمضان وايام رمضان يا حلو. الاشياء الحلوه اللي كانت تجي في رمضان كانت تجي فيها الفوازير. يا هي ايام زمان. وش فوازيره ولا وش؟ ما تعرف الفوازير يا ابوك؟ ما لحقت انت على الفوازير. إيه الفوازير الاولى. وش الفوازير؟ الفوازير يا ابوك هذه كانت فيها مسابقات، فيها فعاليات، فيها حركه، فيها جوائز، فيها روح المنافسة الحلوة. كانوا يتنافسون. كان واحد من أخيان الله يذكره بالخير كان فيها أناسة سعة الصدر الجواء. الله لا يبارز في عدوك. الله لا يبارز في عدوك. ولكن ما اللي كان يعني يقدمها ولا كيف كانت الطريقة؟ كان واحد من أخيان الله يذكره بالخير كان يقدمها لنا بروح حلوة بحماس بروح تنافس. وكان يجدد في الجوائز ويجدد في الأسئلة ويجدد في المنافسات وفيها حركة وفيها تحديات وعقوبات. الله يذكره بالخير. ومن اللي يعني كان اللي يفوز لها أحكام وفيها أحكام وفيها جوائز وفيها فلوس وفيها علوم طيبة. فوزير يا الله يذكره. وزين تذكر اللي كان يقدمها وكان وكيف أنساه؟ بالله أذكره. ها من هو؟ تشوفه ذا الحين يا أبوك على الشاشة دي.